في الاس 7300 عمل لمبه سماها باتري فولت، وعمل لمبه سماها 5 فولت، وعمل لمبه سماها فورس، ثلاث لمبات زياده. من الكمبيوتر تعدي في البرنامج لازم برضه اعمل تيرمينال الاوراق ولا لازم؟ عشان انت بتعمل فرصه من الكمبيوتر، عشان يسمع كلام الكمبيوتر لازم يكون معمول على تيرمينال الاوراق. الفرص ديت يعني معنى كده ان هو الفرص هو تعديل عادي، بس تعديل يعني هي ضد الطبيعي بالعافيه زي ما هو بالعافيه. بس هو اللي هو مش شرط يكون ضد، ما انت ممكن يكون البرنامج عندك شغال وتقول له خليه شغال، يعني مش شرط يكون ضد، بس هي الفكره ان هو بقى يسمع كلامك، يعني يوم ما البرنامج يجي يفصل يقول له لا مع نفسك انت ما تقولش حاجه لان في امر فرصه جاي بيقول لي خليك شغال، فيفضل شغال لغايه ما الموتور يتحرق مثلا. طيب تعديل الريبه الطبيعي ماشي بينفذه، التعديل اللي هو الفرص ده ايه الامكانيات اللي هيخليك تكبره؟ هقول لحضرتك الفرص بيعمل ايه؟ الفرص بيروح دايركت على البيت بتاع الميموري يقول له انت مدى الحياه بواحد. يعني التعديل العادي بتعمل ايه؟ بتيجي عند في البرنامج بتقول له اقفل المفتاح، فيقفل المفتاح بس في مفتاح غيره مفتوح فما يعرفش يشغل. الفرص اللي بنتكلم عنه ده بيعمل ايه؟ انت عايز تعمل فرص على كيو 0.0 الاوتبوت الاولاني، دايركت يروح على الميموري على كيو 0.0 يكتب جواها ايه؟ واحد، خلاص مدى الحياه يعني ده يعني الخلاصه. بره بقى المفتاح لسه مفتوح، هو ملوش دعوه، هو كده كده سجل على الميموري ان هي مدى الحياه بواحد. ده امر موجود في البي ال سي، ولو نسيته يبقى كارثه فعلا. نرجع تاني. في الاس 7300 زود ثلاث لمبات، لمبه سماها فورس، لمبه سماها 5 فولت، لمبه سماها باتري فولت. لمبه الفورس مش احنا هنا اللمبه دي بتنور لونين؟ فصلهم في 300، قال لك هخليها تنور سيستم فولت احمر وفورس اصفر. ما يبقاش فيه لخبطه. بعد كده عمل لمبه سماها باتري فولت. باتري فولت لو البطاريه مش موجوده او لو موجوده بس خلصانه بتنور احمر، يقول لك البطاريه مش موجوده او خلصانه. لمبه ال 5 فولت لما يكون في كوميونيكيشن. لما يكون في كوميونيكيشن ما بين بي ال سي والتاني الكوميونيكيشن بيتم ب 5 فولت فبتبقى اللمبه دي منوره على طول. يعني لو في كوميونيكيشن واللمبه مخفيه يبقى في مشكله في الكوميونيكيشن. تمام؟ اوكي. الكونفجريشن في الاس 7200 الانبوت تحت والاوتبوت موجوده من فوق، بس الحاجات دي مش لازم يعني ممكن مكانها يتغير في سي بي ايات ثانيه في ماركات ثانيه. عامة لو تاخد بالك هو عمل ايه؟ قال لك الاوتبوت يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما لمبه يا اما اي حاجه غير اللمبه بتحط لها احتياطي ريلي. هو عايز يقول لك كده، يقول لك اللمبه اللي ما تخافش منها. هي مش شرط اللمبه على فكره، برضه السولونويد ممكن، السولونويد اللي هو الفالف عادي، السولونويد مش فارق، ما هو انت كده الكونتاكتور هو السولونويد صح؟ زي ريلي زي الكونتاكتور زي السولونويد. طيب في مشكله في الكلام دوت؟ حاجة تانية في البي ال سي يمكن كتير جدا سمع عنها بس هي مهمة جدا، مش احنا اتفقنا ان احنا يعني اظن من باين من الكلام ان الميموري مهمة قوي وهنشتغل معاها بطريقة مهمة جدا، ويوم ما يكون عندي عطل الخلاصة هتكون في الميموري، ويوم ما احب اعرف معلومة من على حالة انبوت او اوتبوت هيكون افضل مكان الميموري، ويوم ما يكون عندي كارثة وعايز اعدل بسرعة في البي ال سي هيكون افضل مكان برضه الميموري.